اهلا بحضراتكم مره تانية، وخلونا النهارده نحتفي ونشجع ستات مصر اللي كتير ونماذج مختلفه بيخوضوا مجالات كانت طول الوقت حكر على الرجاله. كان لما تقول ده في واحده ست بتعمل كذا الناس ما تصدقش، دلوقتي بقى الناس بتصدق لاننا شفنا نماذج كتير فخورين جدا بيهم. الست المصريه القويه الشجاعه الجدعه اللي بتسد في اي مكان وفي اي ظرف وفي اي وقت. النهارده النموذج اللي معانا النهارده مدام هبه. مدام هبه قررت تخوض وتدخل في مجال النقاشه وابدعت فيه وبقت قصة كبير قد الدنيا، وبتطلب بالاسم وبتخلص شقق لوحدها تماما، محترفة جدا جدا، عندها 3 بنات. خلوني ارحب بيها وتحكي لنا هي حكايتها. اهلا بيكي مدام هبه. اهلا بيكي. صباح الفل. صباح الخير. اهلا مدام هبه. اهلا. ونبتدي بقى سريعا كده، احكي لنا الحكايه، اشمعنى النقاشه ونزلتي فيها ازاي وكنت بتشتغلي في ايه؟ بسرعه كده نعرف ايه القصه. انا كنت بشتغل في عياده، سكرتيره في عياده. يعني بعيدا خالص عن المجال ده. واصلا كنت بحب، انا شغله النقاشه بعملها في بيتي، يعني انا قاعده في ايجار فبتنقل من شقه لشقه، عقد اللي هو المؤقت ده، فمش كل مره هجيب حد ينظف لي الدنيا يعني. فتعملي وش النظافه ده انت اللي كنت بتعمليه. طب اتعلمتيه ازاي؟ ازاي يعني عرفتي الفرش ايه، نوعيه من الاسئله كتير الدهانات؟ كنت بتروحي تسالي من الاسئله كتير. يعني بابا يعني الله يرحمه كان عندنا بيت وكده، كان لما بيجيب صنايعيه كنت انا اللي بقف معاهم، وكنت دايما اسال اي صنايعي بيجي عندنا انت بتعمل ايه، انت بتستعمل ده ليه، او لو ما عملناش ده هيحصل ايه. سر الصنعه بقى. بحب طبعا فيديو ليكي يعني، عندي فضول. طيب انت يعني واضح انه ما شاء الله اتطورتي في الموضوع لدرجه انه بقى الناس بتطلبك شغل تيجي تعمل لهم شققهم بيوتهم. احكي لي بقى عن التجربه دي شغلانه كانت المفروض يعني شغلانه رجاله، بيطلبوكي ازاي؟ يعرفوا ان انت واحده ست وهتيجي تعملي النقاشه بتاعه البيت. اولا هم بيبقوا مبسوطين جدا انها واحده ست، لان طبعا اللي بيطلبوني اغلبيتهم ستات. لان هم بيبقوا عايزين ياخدوا راحتهم في بيتهم، وغير كده كمان يعني الست بتبقى مع الست بيبقى فيه يعني تفاهم. تفاهم، انت فاهمه ذوقها وهي فاهمه تقول لك. وبعدين يعني الست مثلا بتقف تتكلم مع راجل صنايعي او ايا كان، بتبقى كلامها كلمه على قد الكلمه. انما احنا مع بعض بناخد وتدي معاكي، بناخد وبندي. تقول لي مثلا ايه رايك في كذا، ولا رايي كذا، طب نعمل كذا، يعني في ايه كده، يعني في سنس طبعا هنا كدا. على الشاشه شغالين معجون دلوقتي وبت طيب احنا معانا على التليفون بنوتك الحلوه ولاء، ولاء كمان زميله خريجه اعلام. صباح الخير يا ولاء. صباح النور يا استاذه. انت لسه صاحيه حالا من صحيناكي بدري يا ولاء. قولي لنا بقى، احكي لنا القصه كده، وقولي لنا ماما وقفت جنبك ازاي، وازاي انها عملت لك دعم ودخلتي كليه اعلام ودلوقتي انت ما شاء الله خريجه اعلام. احكي لنا القصه كده، وشفتي ماما ازاي وهي بتعمل الشغل ده وكنت فخوره بيها قد ايه؟ بصي هو حضرتك وانا طبعا فخوره بيها جدا، دعمتني. لا صحصحي معانا كده شويه ولا عشان هي اكتر واحده ايوه وقفت جنبي في الفتره دي، يعني هي اكتر واحده وقفت في جنبي فتره دراستي. عشان انا كنت في ثانوي وبعد كده خلصت، وبعد كده اصلا جات لي يعني جات منحه وكده ان انا ادخل كليه اعلام. طب يا ولا انت ما جيتيش في مره قلتي لماما مثلا اشمعنى الشغلانه الصعبه دي، ما تشوفي حاجه تانية اسهل؟ يعني ما فكرتيش في وقت من الاوقات تقنعيها تغير الشغلانه دي؟ لا بالعكس، كنت بشجعها جدا، وكنت لو مثلا لو في حاجه مثلا عملتها غلط كنت مثلا بفهمها تعمل ايه. يا سلام يا سلام يا سلام، انت بتساعديها اصلا كمان؟ تمسيكي الالوان. ايوه كنت بساعدها في افكاري وكده. ايه ده، ايه الشطاره دي؟ طب حلو ده، يعني انت حبيتي الموضوع مع ماما. حبيته جدا بصراحه. طب وايه رايك في شغلها بقى، يعني بعد ما عملت النقاشه بتاعه البيت اللي انتوا قاعدين فيه، شغلها حلو؟ شغلها حلو جدا ما شاء الله. تسلم الايادي، هي دي ستات مصر. طب ليه ما فكرتيش ان انت وماما بقى تعملي ده، تكبري الموضوع يبقى مشروع بقى، تساعديها وتبقي انت المساعد، وتنطلقوا بقى انتوا الاثنين تعملوا فريق عمل او دولاب عمل زي ما بيقال يعني. بصي حضرتك وانا والله يعني انا يعني ساعدتها كتير وبنسعى في الموضوع ده، بس هي كنت انا مشغوله في دراستي وشغلي وكده، وهي برضو انشغلت في
في شغلها وكده. هي فاضل لها شهر وهتتجوز ولا ايه؟ مبروك يا ولاء. ويعني فكره برضو التسويق، بما انك خريجه اعلام فاكيد درستي تسويق كويس، فممكن تعملوا زي ما اسماء بتقترح كده شراكه، انت تشتغلي وهي تسوق لك. قولي لي بقى يا مدام هبه، ايه اصعب المواقف اللي قابلتك في الشغلانه دي؟ الرجال بيعملوا ايه بقى؟ احكي لي. بيهاجموني. ازاي؟ ليه ليه ليه؟ بيقولوا لك رجاله كتير يقولوا لي انت قعدتينا في البيت، انت حسبي الله ونعم الوكيل. جامده بقى في الشغلانه، يعني مش اي حد قعدتي الناس في البيت يعني. والله دي ارزاق. ما هو طبعا كل حاجه ارزاق، لكن احنا اهم حاجه الاخلاص. مؤمنين بالله والحمد لله، بس في ناس نفوسها كده شايفه ان انا يعني اخدت سوق منهم، زحمتهم في رزقهم. فانا اصلا كنت هدفي ان انا اتعامل مع السيدات فقط، لان سيدات كتير قوي مش عارفه تدخل راجل غريب في بيتها وجوزها مش موجود، والدها مش موجود كده. فانا حليت مشكله طبعًا. انا حليت مشكله كبيره. بس المهم مش ان انا ابقى موجوده كحل مشكله فقط، لكن كمان يبقى المخرج بتاعي والمخرجات بتاعتي تبقى اتقان ويبقى شغل زي الفل. ده اكيد. ما كنت لك لو الله ما كانش كده ما كنتش نجحت. 11 سنه في الشغلانه دي، انا 8 سنين شغاله لوحدي ومع نفسي وعلاقاتي محدوده. انما بقالي من اخر 2020 بقيت ترند، انه المره دي ترند لتاني مره، بقى لي داخله على 4 سنين ترند. والحمد لله اتعرفت على مستوى كبير ما شاء الله، وحتى اتعرفت في الدول العربيه. والحمد لله رب العالمين. كل وعايزه شكر. يعني اشكر على الهواء الاستاذ احمد عبد العزيز، هو بصراحه كان صاحب فضل كبير عليا. مين احمد باشمهندس احمد عبد العزيز؟ زميلي في المهنه وكان دايما برضك بيدعمني، وهو برضك يعني صاحب فكره ان انا اعمل صفحه على الفيسبوك. ودايما هو ماسك لي. طب ما مش دايما الرجاله بتهاجم، هي وقف جد يعني. في رجاله بتساعد في ناس كتير بتشجعني، في فيهم امل برضك. في كتير. فيهم امل كتير. كل الشكر. كل الشكر استاذه ولاء محمد خديجه، الاستاذه ولاء طبعا ابنه حضرتك، والاستاذه هبه محمد. يعني شرفتينا وقفتينا، وان شاء الله ربنا يوفقك كده ودايما ستاتك يا مصر في عين راسنا. شكرا لوجود حضرتك معانا.